انا مين معايا؟ انا انضحك على ايه؟ احذري ايتها المسلمة، وبالغي في الحذر، واجعلي اخص طباعك الحذر وحده. احذري التمدن الذي اخترع لقتل لقب الزوجة المقدس. احذري ليكون لقب آخر. احذري عشيقة أو صديقة. احذري التمدن الذي اخترع لقتل لقب عذراء. إلى لقب نصف عذراء مجربة. احذري التمدن الذي انتهى إلى اختراع السرعة في الحب، فاكتفى الرجل بزوجة ساعة. احذري من التمدن الذي أدى إلى اختراع استقلال المرأة، وأنا أسميه استغلال المرأة. أيتها المسلمة، احذري تهوس الغربيين في طلب المساواة بالرجل. لقد ساوته بالذهاب إلى الحلاق، ولكن الحلاق لم يجد في وجهها لحية. أختاه احذري واسمعي مني هذه الجملة: ليس لامرأة فاضلة إلا رجلها الواحد، فالرجال جميعا مصائبها إلا واحدا. فالرجال جميعا فتنة. احذري إلا واحدا. الرجال جميعا مصيبة إلا واحدا هو زوجها. وإذا هي خالطت الرجال فالطبيعي أن تخالط شهوات. احذري فيجب أن تحذر وتبالغ في الحذر. احذري أختاه من نؤم الذئاب صوري جمال. Kleiner Break. Der Islam verbindet. Ich verschicke seit 2016 August islamische Nachrichten, Verse, Hadiths, Aussagen der Gelehrten, Bilder, Videos, alles rund um den Islam. Brüder, Schwestern, Muslime, Nicht-Muslime, alle können gerne dabei sein. Sicher ist deine Nummer, sicher ist alles. Mach dir keine Sorgen, wir sind schon mittlerweile über 5000 Mitglieder. Alhamdulillah, du kannst auch gerne deine Frage stellen unter der angegebenen Nummer. Einfach mit Start in WhatsApp anschreiben und sei ein Teil dieser Bewegung, inshallah ta'ala. Nicht morgen, sondern jetzt.